خلال حفل تكريم المشاركين المتميزين بالعمل في البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان القولون، أعلنت وزارة الصحة أن نسبة الإصابة بسرطانات البروستاتا والقولون والمستقيم تعد أكثر أنواع السرطانات انتشارا في الكويت، وأكدت أنه حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2014 يحتل سرطان القولون والمستقيم المركز الأول في سبب الوفيات بالسرطان بين الرجال. ومن جهته أكد وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي نجاح البرامج الوقائية التي تقدمه الوزارة في وقاية أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين من الإصابة بهذه الأمراض. احنا ان شاء الله نتمنى ان مثل هالدورات او مثل هالبرامج نتوسع فيها اكثر واكثر. اتوقع ان شاء الله خلال اسابيع كذلك راح يكون في برنامج الوقاية من الجلطات الدماغية إن شاء الله في مستشفيات الكويت كلها. اكتشفنا أن الأعداد بدأت تزايد في السنوات العشرين الأخيرة بسبب النظام الغذائي وغيره من الدهون المشبعة التي موجودة في الأكل وغيره من أمور وراثية. لذلك تم إنشاء البرنامج الوطني بعدما عرضنا الإحصاءات لرئيس مجلس الوزراء، ومشكورا دعم إنشاءه وبمساعدة ومساندة مباشرة من وزير الصحة الدكتور علي العبيد، وكذلك مساندة من الدكتور خالد السهلاوي